مستمعينا. ضيفنا اليوم الفنان دوري عبود. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات صوت لبنان. أهلا فيك دوري. ليش طلعي من راسي؟ مين بدك تطلع من راسك وليش؟ أنا ما بدي أطلع حدا من راسي. بس هي ثاقبة الغنية اسمها يعني، لأنه صراحة أنا العنوان الغنية هو اللي لفتني. خبرني شوي كيف طلعت الفكرة وألحان وكلمات مين الغنية؟ كلمات وألحان شارب الريشة، بوجه له تحية، حدا شخص كتير مبدع عن جد. وتوزيع برو ساوند ستوديو سيرج أنديزيان كمان يعطي ألف عافية، بوجه له تحية. وهيك الغنية أنا سمعتها بالصدفة. سمعتها بالصدفة. ما كنت مقرر تعمل غنية صراحة؟ لا كنت ساعبت أنا باستوديو عند سيرج وعم بتسمع هيك، عم بخلص شغلة صغيرة لألي. فسمعته لشارب اللي عم بيحكي عن الغنية، كان في عليها خلاف بين ناس وناس بدون ياخدوها. فقلت له لمين بدك تعطيها؟ قال لي ما رح أعطيها لحدا، عم بتخانق ولا لهيدا ولا لهيدا لا دوري. قلت له بتسمعني اياها؟ قال لي سمعني اياها. قلت له اخذتها. قال لي هيك؟ قلت له هيك اخذتها. قال لي، قلت له كثير لفتني العنوان تبع الاغنيه انه طلعي من راسي، لانه الكلمه كثير متداوله صراحه. صح، هي محط كلام يعني، فينا نقول انها محط كلام يعني، وهذا الشيء اللي ما حدا يزعل من حدا. خلص طلع من راسي. صح دوري، انت دارس غنى شرقي وعود بالكونسيرفاتوار الوطني. صح. وإلك فتره طويله بتغني بالحفلات والاعراس. ليش هلا بهيدي المرحله بالذات مع كل الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه والامنيه اذا فينا نقول يلي عم يمرق فيها البلد، اخذت هيدي المبادره وقررت انه هلا بدك تنزل غنية؟ لانه صراحه تعبنا، وصلنا لمرحله صارت نفسيتنا كتير تعبانه، عرفتي؟ ففضلت انه اعمل شيء هيك غير. انا كشخصيا يعني انا بدي غير. تعبت نفسيتي سنه وثمان اشهر، سنه وتسعة اشهر قاعدين ببيوتنا، بتعرفي كورونا واخبار وهالازمه والوضع تعبنا. فحبيت اعمل شيء انا عبالي كان اعمل شيء. وثاقبت انه بالصدفه لقيت الغنيه هيك، لقيتها مهضومه وكانت هيك مثل واحد عمل طبخه يعني. طبخناها انا وسيرج وشربل، وإن شاء الله العالم يحبوها يعني. إن شاء الله إلى أقل من شهر نازلة تقريبا 15 يوم. كيف الـ هيك الأصداء؟ هيك بدي أسألك لألك هلا. أنا نحن بالإذاعة ما فينا نحكي، نحن بالإذاعة ما فينا نحكي. أنا بدي أسألك لألك يعني، أنت هيدا أول عمل لألك، هيدا أول مرة بينزل اسمك على أغنية خاصة. صح. اسم دوري بلش يتردد أكتر وأكتر بالوسط الفني، فأنت هيك كيف حاسس؟ أنا مش كيف حاسس، أنا ناطر شوف ردة الفعل العالم بعد شوي، بعد ما يسمعوا الغنية أكتر. هلأ نحن حفظناها، بعد ما يشوفوا الكليب. فهونيك أنا ناطر ردة فعل العالم. صورت كليب؟ صورتها. إيه؟ مع مين؟ صورتها مع شرب النون ومع بإدارة عماد غاوي زفية مجد لبنان. هو كان الريبريزنتيف على كل شيء يعني، كان هو مهتم بكل شيء. كمان بوجه له تحية كبيرة. كمان مثل ما قلت لك بدي وجه كمان تحية كتير كبيرة وشكر لكريستينا. كريستينا عازفة الطبل. حبيبة قلب الكل كريستينا. أنا بدي أشكرها من كل قلبي، كتير كانت كتير وقفت حدي بالكليب يعني، اشتغلت معك بالكليب كتير من قلبها، وخطرت فيها بس وقفتها. وين وقفت؟ هلا ما رح نحكي كتير، ما رح نحكي كتير، خلي الناس هيك تشوف. بس دايما كريستينا كمان اطلالتها مميزة، كتير بتعمل معجزات. فحتى الكل اللي كانوا، كل الكرو اللي كان بالكليب عن جد يعطيهم ألف عافية، تعبوا كتير. انهار تصوير مش طبيعي، لأنه بتعرفي صارت الكوست علينا كتير غالية نسبة للدولار وهيك. فما قدرنا ناخد يومين وثلاثة لنصور يعني، طرنا ناخد يومين وعم نصور من الصبح لليل. أكيد يعني يلي شاغل أو بيعرف بمرحلة الإنتاج كيف بتصير بيعرف كتير منيح أنه لما نصور كليب أول شيء ماديا
بيكلف كتير مثل ما صح. قلت على فرق سعر صرف الدولار بهيدي الفترة، وأيضا على التعب النفسي لأنه بيبقى عندك مشاهد هلأ حسب المخرج وتقطيعاته قديه عذبك. بدنا نوجه له تحية كمان للمخرج شرب المون، وناطرين أكيد نشوف الكليب. دوري، أنت عامل أغنية للجيش صح بالـ97 صوت بلادي. من وقتها بلشت بالمغنى أو قبل؟ لا لا لا، أنا مبلش بالمغنى كان عمري 13 سنة. أوه. بس ما رح قلك عمري هلأ قديه، بتجرسيني. ليه؟ اسم الله شاب، بعدك صغير. فعملت الغنية، كنت أنا بالتجنيد الإجباري. أوكي. وكنا بقسم خلص الصحافة. فضحت عمرك إذا بالتجنيد الإجباري. ايه، فعملت غنية للجيش اسمها صوتي بلادي. أوكي. وبس خلصت جيش أنا بلشت سفر، يعني بالـ97 بلشت أول سنة سفر، طلعت دبي وهيك وفتحت يلا الكريم خود بيت برا فترة كبيرة. دبي، أبوظبي، بحرين، دول عربية، قطر، مغرب، برمت كذا بلد عربي واشتغلت فيهم فترة كبيرة. أدي لك بلبنان السنة اللي قبل كورونا، أنا آخر سفرة كنت بالكويت بجميرة. نعم. كنت عم غني هونيك، فجينا على لبنان على أساس نرجع نروح لنفس الأوتيل يعني. نعم. بلشت كورونا ووقفوا كل شيء طبعا، يعني تأثرت مثل كل الناس أكيد. عملت كوفر، اثنين كوفر، خلينا نحكي عن أول واحد. أول واحد كان للفنان ربيع الخولي، ميكست بين ربيع الخولي والفنان رامي عياش. أي أغنية عملت؟ لربيع الخولي عملت مثل الغربة، ورامي عياش تقتل قد الدنيا. أوكي. كانت هيك كمان، كانت مثل ما بقولوا ساقبت باستوديو، وهيك طلع عبالي غنيون وفتت الخبرية وسجل لي هني سارج. قال لي ما رح محيا لك كيف طالعة. كل الأشياء اللي بتصير هيك بالصدفة وما بيكون واحد محضر لها بتطلع كتير حلوة. وحتى تاني كفر كمان. حتى تاني كفر كنا قاعدين عم نحكي، وانا كنت انا كان بدي جدد اعمل كفر بس غنية عجبين الليل. نعم. فعم اشتغل هيك على البيانو، انا عم جرب التوناليتي وين بدي اقولها وهيك. خلصت اول مقطع وفتت بغنية البنت العريض هيك دندنت مع اللي سار، اللي كتير حلوة مع بعض، فعملنا فيوجن بين قديم وجديد. الحمد لله يعني نزلت وكان عليها فيوز كتير 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 الحمد لله. ما شيء مهضوم كان، وكان شيء غريب شوي انه اول مره بيكون في هيك فيوجن قديم وغنية جديده. وهلا بلشنا نشوف، وهلا بلشت بيطلعي من راسي. طلعي من راسي. عم تاخد اصداء حلوه والناس عم بترددها، يمكن لانه كمان الكلام شو بيقولوا سهل ممتنع، سهل ممتنع، واللحن قريب. صح. يعني ما بتحس حالك عم تسمع شيء، بتحس حالك وكأنك دغري بتحفظ الأغنية، وهيدا شيء طبعا حلو. خبرني شو هيك من بعد طلعي من راسي. من بعد طلعي من راسي بس مش هلأ شوي، يعني هلأ بده ينزل الكليب وبدك تنبسط بنجاح الكليب في عنا لانشينج، ما نعمل لانشينج للكليب والغنية وهيك شيء 3-4 أشهر. في كمان شيء كتير حلو عم بيتحضر من ألحان المبدع هيثم زياد، من وجه له تحية أكيد. هيدا الأستاذ وحبيب قلبي. كلمات كمان هيثم شعبان الشاعر المصري الكبير. يعني الأغنية ما رح تكون لبنانية. لا، منا لبنانية. أوكي. هالمرة رح نشتغل شوي على شيء مصري حتى ما نكرر حالنا، يعني حتى نعمل دوري. بس دايما هيك بيرجع السؤال بيطرح حاله، بهيدا الوضع عم تقدم على أعمال فنية، وهلأ كلنا بنعرف يعني نحن بأي ظروف عايشين. صح. قد قلبك قوي كتير أنه أغنية وكليب وتحضير لأغنية تانية. نحن بنعرف كتير منيح أنه الأغنيات بدون كتير وقت ليتحضروا أول شيء. هلأ أنت منقيت الشعر واللحن، ولكن بدأ كتير وقت، يعني يلي منه منقى بده يسمع كتير، بده يمكن هيدا عجبتني، هيدا الكلام عجبني، اللحن ما عجبني، هيدا. صح. خبرني شوي كيف بتنقي أغنيتك بالعادة، يعني طلعي من راسي ركبت براسك إذا فينا نقول من أول هيك ما سمعتها وقررت عليها وبالصدفة. صح.
ولكن الفنان كتير صعب علينا أغنيات. أنا إذا بخبرك قديش شفت أغنيات قبل هالغنية كتير وسمعت كتير ديمويات، صراحة ما حسيت ما في شيء لفتني. خلص الغنية يعني بس تسمعيها يا بتحبيها يا ما بتحبيها، بغض النظر كان غنيتي أو غنيت غيري أو غنيت مين ما كان، يا سبحان الله يبقى أول ما بتسمعيها يا بتحبيها يا ما بتحبيها، يا بتخلي بتكفيها بتسمعيها بتبرم الإذاعة دغري. صحيح، ما يعني ما عندك شوا غير. فأنا حبيتها كتير الغنية، وأنا أصلا غنيت هيثم، كنت أنا هي كانت بدي أشتغلها. بس مثل ما بيقولوا الكوست اللي أنا حاطه لغنية هيثم كبير. يعني توزيع ما رح يكون بلبنان، رح يكون بمصر، في قصص كتير هلأ ما كنت قادر أعملهم صراحة. فمشان هيك بس عجبتني طلع من راسي انتبه، وأنا حكيته لهيثم وأخذت رأيه، وأول شي بعدت له الديمو قلت له اسمع لي هيثم، نحن عشرة عمر وإخوة وأصحاب بغض النظر عن الشغل، يعني صديقي وخيي. فبس قال بس عطاني رأيه، قال لي مهضوم الغنية روح. ذكرت شيء هيك استوقفني شوي دوري، قلت انه الاغنيه حطت لها بادجت اكبر ما قدرت اعملها هلا لانه بدي وزعها بمصر. صح. شو الفرق بين التوزيع بلبنان وليش اغلبيه الفنانين بيروحوا على التوزيع بمصر؟ هي مش قصه، هي الفكره انه الملحن السوري الشاعر هو مصري. بوجه كمان تحيه كتير لاهل مصر أكيد. اخواتنا. فهو كان طلبه انه بليز هذه الغنية حابب انا توزع بمصر، لانه هو بيعرف روح الغنية. واللحن اللي عامله هيثم يعني بيور مصري. بيور يعني عرفت كيف، يعني من اجمل ما ملحن هيثم زي. هل هيدا الشيء عدم ثقة بالموزعين اللبنانيين؟ لا لا بالعكس، لانه لما بينحكى هيك منحس انه وكأنه ممكن بمصر يعملوا شيء بلبنان مش ممكن ينعمل، وهيدا الشيء ما انه صحيح، لانه عنا فنانين ان كان ملحنين او موزعين او حتى شعراء لبنانيين كتير حدا. عالم شاطره نحن يعني كتير اساتذه تنرفع لهم القبعة اذا فينا نقول، لانه ونحن كلنا بنشوف حالنا والدليل انه اخذ غنيتي من شاعر لبناني انا وملحن لبناني. بس الفكره اللي بدي اقول لك اياها، هلا التنوع مش غلط، بس هيك نحن دائما اللبنانيه بيكون عندنا كل انسان هو بيشوف الكاركتير تبعه وين. صحيح. يعني زلمه الفكره تبعه خلص هي اخت، يعني اخذ الفكره انه بده يعملها ستيل المصري البير. نحن بنعمل تبوله بمصر بيعملوا تبولة، بس زيت التبولة أكيد لا. عرفت كيف؟ بس هونيك عنده الروح المصرية، نحن قد ما نعمل ما فينا نجيبها، وهني قد ما يعملوا ما فينا نجيبوا الروح اللبنانية. عرفت كيف؟ كل إنسان مخصص بشي. في مثل بيقلك أعطيه خبزك للخباز لو أكل نصه. مزبوط. دوري رح تتصور كمان الأغنية يعني طبعاً. البروجي تبعك طبعاً طبعاً. وين رح تصورها؟ عم حركش أنا هلأ. هلا اذا كان الوضع منيح وكنا بلشنا شغل وهيدا لا. اكيد رح صورها بمصر. اها اكيد. ليه؟ لانه هي الغنية، هي الغنيه مصريه. هي شيء معمول، شيء يعني بدها هالكاركتر المصري. هلا شوقتنا، خلي كل شيء بوقته. اكيد كل شيء بوقته حلو. هلا بدنا نرجع لطلعي من راسي. لما قررت انك تصور طلعي من راسي كليب، مثل ما حكينا أنه كله بده تحضير. خاصة بهيدي الفترة، كيف قررت أنه تكون روح الكليب؟ ما بدي أحكي كتير لما أحرق لك، ولكن هيك أنت فرجيتني شوي صغيرة، حسيت أنه شي فراش وصيفي. خبرني. شوي هيك نحرقس الناس شوي معلي. إذا بخبرك إحنا طلعنا إحنا وشربيل على اللوكيشن، شايف اللوكيشن بس وفلينا. بيتلفن لي بعد يومين عماد غاوي بيقول لي نحن الثلاثة ب15 بدنا نصور. قلت له شو بدنا نصور؟ قال لي بدنا نصور الكليب. قلت له طيب اوكي. ما عملنا شيء. بتصدق انه نحن طلعنا على اللوكيشن، نحن صرنا نحط الافكار نحن وفوق. حلو. ما عاملين لا ستوري بورد ولا شيء ولا خبريه، عفوي. صرنا نركبهم تركيب. مش هيك اخذ معنا يومين
لأنه ما في ستوري بورد، مش محضرين شو بدنا نعمل شو بدنا نصور. كنا نوقف نطلع باللوكيشن، هون لازم نعمل هيك لنعمل هيك هون هيك. بالمشهد هيك اللقطة الصغيرة اللي فرجيتني إياها دوري، في كتير ناس موجودين بالكليب. تعطي شو؟ مش هي الغنية، في إذا بتلاحظي فيها في محل في سولو طبلة، فجبنا اثنين صبايا كتير مهضومين بدقوا طبلة، عملنا لهم هن اشتغلوا الشو يعني. وباللوكيشن في بار، جبت كبنت وقفة ورا البار وقفتي، وعملت سيستم انه نحن عاملين باربيكيو. جبنا لحمة وخبار وكذا، ولعنا المنقل وهيك، عرفتني انه عملناها هذا ستيل. فهيك طلعت معنا، طلعت يعني كأنك قاعد انت واصحابك. صح. وصار صح. وتصور هيدا المشروع وصار كليب. دوري بالنسبة ل طلعي من راسي، الكليب بعد ما شفناه، ولكن الأغنية يلي بيسمعها أول مرة، ما بدي أرجع كرر نفس الكلمة أنه لأنه محط كلام بتفوت براسه، ولكن هيك مثل ما أنا قلت لك، مين بدك يطلع من راسك؟ أنا بدي يعني إلى إيجابيات وسلبيات. هيدي الكلمة نحن أنا اللي بدي يطلع من راسي هو هذا الوضع كله اللي هلكنا، هذا اللي لازم يطلع من راس كل العالم. هذا الجواب اللي بدي أوصل، بيطلع من راس من كل العالم، لأنه كل العالم تعبت ونحن تعبنا وأنتو تعبنا وكل الناس تعبت. قديش الفنان بيتأثر بهيدا الوضع دوري؟ لكن الفنان أكتر واحد بيتأثر، لأنه أول واحد بيوقف وآخر واحد بيرجع ببلش. نعم، عرفت كيف؟ كل الفنانين بيقولوا نفس نفس التعبير، نحن أول ناس وقف شغلنا ويمكن آخر ناس رح يرجع. مش بس نحن، حتى أصحاب المطاعم أكيد، ما هو كلهم. هي حلقة يعني مترابطة، هذا السيكل كله سوا. نعم. يعني كله مخروب بيته، ياما مطاعم سكرت وياما محلات وأنا كنت طالع على دبي برمضان. كان عندي كونترا بالأدرس أوتيل، جاني الكونترا مدينة وكل شيء كان كله تمام. قبل بعشرة أيام ببعت لي المدير العام بيقول لي سوري كورونا سكرنا وقفونا اللايف انترتينمنت. هن صح سكروا لهلأ من شي تقريباً شهر شهر ونص. صح. رجعوا هيك. طيب. رجعت طيب الحياة لطبيعتها. هيك ما عم بيقطعوا لك برزقتك، ما عم تفوتي بحيطان. هلا هيدي فينا نقول انه جائحة كورونا على كل الناس. صح. ولكن نحن الى جانب جائحة كورونا في اوضاعنا الاقتصادية والمعيشية والحياتية والبنزين. كيف وصلت لعنا دوري؟ ماشي. بعمل سبور بيجي العالم. بتفكر تعمل أغنية عن الوضع هيك؟ والله عارضين علي، في شخص صديق عارض علي غنية عن هالخبرية عن الكورونا والبنزين وهالقصص وهيك. أو بتفضل أنه تكون يمكن أغنية وطنية؟ أغنية وطنية شكله في مشروع. مش قصة في مشروع، في ثلاث أغنيات وطنيات بس. كيف بدك تنزيهم؟ يعني هلأ انت بوضع تاعي تطلعي على مديرية التوجيه قلي له عندي غنية انا بدي اعملها للجيش او للبنان، شو بدي اقولك؟ مش عم ناكل ونشرب، بدنا ننتج اغاني. صح. للأسف. صح. انه وصلنا لهيدا المرحلة، هالمرحلة يعني وصلنا للأسف 100%. وصلنا لهيدا المرحلة. دوري، حكينا كتير عن طلعي من راسي، حكينا عن الأغنية الجديدة، ولكن مشاريعك لأنك تكفي بهيدا المجال، خبرني شوي شو البلان. كل فنان بيبقى بس يعمل أغنية وعنده فكرة لأغاني جديدة بيبقى حاطت هيك بلان، البلان بلبنان أو برات لبنان؟ هلأ بدنا نبلش هون قبل نطلع بما برا. أنك جيد، بدنا نبلش هون. هلأ نبلشين نحن هون الإذاعة وكذا وكليب ونشوف تلفزيون، جرب قد ما فينا ندعم هالغنية لنشوف، بدي شوف العالم إذا رح تحبها. هلا مش مهم أنا أحبها، بالنهاية هي غنيتي، بس بدي العالم تحبها، العالم تشوف فكرتها، تجاوب تشوف العالم. صح. معنا. لأنه أنت، لأنه الفنان بلا العالم ما له رصيد. إذا بدي روح أعمل حفلة بروح أغني لحالي، شو له لزوم لو معي الفرقة المسيحية، شو له طعمي؟ صحيح. فبدنا نشوف، هو كله مترابط في الوضع كمان. أكيد، ما هي كلها سيكل مع بعضها، هذا كل اتكالنا عربنا ومنشوف اللي بيجي من الله. يا محلي دوري بدق على العود. صح. عادة يلي بدق على العود بيروح مثل ما أنا بعرف، بيروح شوي على أو بميل للأغنيات الطربية أكتر من الأغنيات الشعبية. صح. وين دوري من الأغنيات الطربية؟ أنا بغض النظر أنه هلأ منه وقتها
وهلا الناس بحاجه هيك ل يمكن اغنيات اكثر تفرفح شوي بظل هيدا الوضع اللي نحن فيه. بس انا اللي بدي اقول لك انه في عالم كتير كتير، وانا هذا اللي كنت عم بتفاجئ فيه، انه في نسبه عالم كتير كبيره بتركض لحتى تسمع هيك اجواء اغاني. هلا يعني انا بس كنت اطلع، انا عند الباند تبعولي بطلع عود فيولون وطبلة وأورج، كنا نطلع نغني الفيروزيات، القصص الطربية، وردة، أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، هالقصص كانت العالم تنطرون تنطرون يعني. هلأ تحب. بتحس مش وقتون؟ هذا وقتهم ما بيخلص، ما بينتهي وقتهم هول. صحيح، لأنه مش كل العالم بتحب ليش تكتمدم ليش تكبوم. في عالم 100%. تطلع طالعة لتتسمع لحدا عم بيغني. عرفتي كيف؟ يعني مع احترامنا لكل الفنانين، في 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 موجة معينة كتير قوية مش كل الناس بتحملها. ففي ناس تروح على غير كاتيجوري، بتروح لتتسمع على شيء اسمه مطرب عم بيغني. صحيح. دوري طلعي من راسي، بتمنى لك كل التوفيق، وخاصة بس ينزل الكليب بتمنى لك كل التوفيق لإلك. حبيبة قلبي، بدي أشكرك على هيدي المقابلة، وأكيد إن شاء الله منجتمع بمقابلات تانية لأغنيات جديدة إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق مني ومن صوت لبنان لإلك. ثانك يو حبيبة قلبي.